نستطلع الأوضاع في غزة مع مراسل التلفزيون العربي أحمد البطل الذي ينضم إلينا من دير البلح. أحمد، كيف يمكن أن تصف الوضع في صباح هذا اليوم في غزة؟ صباح جديد، هو صباح اليوم 50 بعد 200 لهذا العدوان الممتد منذ 9 أشهر، وفي الشهر التاسع لهذا العدوان يتواصل القصف الإسرائيلي. حتى وإن رصدنا عدة ساعات من الهدوء الحذر خلال هذه الليلة، لكن الغارات القاتلة التي ما زالت تسقط على منازل المواطنين كانت حاضرة. غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، لم ينجو أحد من هذه الغارة من أفراد هذا المنزل. 6 شهداء هم من كانوا بداخل هذا المنزل، لم يخرج أي مصاب، ولم تستطع الطواقم الطبية ولا حتى الدفاع المدني انتشال أو حتى نقل جرحى من تحت أنقاض هذا المنزل، ولم ينتشل أي شهيد أيضا. هم تحت الأنقاض بسبب الدمار الكبير الذي حل بالمكان. الغارة الإسرائيلية أيضا تزامنت مع غارة أخرى استهدفت منزلا في حي النصر الموجود إلى الشمال الشرقي من مدينة رفح، القريب من الحدود الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس. استهدف منزل هناك، استشهد مواطن، وعدد من الجرحى نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي الموجود في الجنوب الشرقي من مدينة خان يونس. عدا عن ذلك، رصدنا خلال الساعات الأخيرة بعضا من القصف المدفعي في المناطق الشمالية لمخيم انتصارات والشرقية لمخيم البريج، وعلى الأقل خلال ساعة من الآن نستمع إلى صوت إطلاق نار من الطائرات الحربية الإسرائيلية ومن الآليات الإسرائيلية بالتزامن مع بعض من قذائف المدفعية في المناطق الشمالية لمخيم انتصارات والمناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، مع حديث عن تقدم من محور نتسليم تجاه مناطق بيت تل الهوى جنوب مدينة غزة. لكن حتى هذه اللحظة تبقى هذه الأنباء يعني لم تؤكد بشكل كبير، لكن على الأقل ما نسمعه الآن من تلك المناطق أو من شمال مخيم انتصارات القريب والمحاذي من محور نتسليم، نستمع لأصوات مكثفة من إطلاق النار وكثافة نارية، يعني دوما ما تستخدم هذه الكثافة النارية في عمليات التقدم والتوغل الإسرائيلي لأي منطقة يريد جيش الاحتلال الدخول إليها. لذلك حتى هذه اللحظة لم تؤكد هذه المعلومة، لكن ما يدور الحديث عنه هو من قبل مصادر محلية. وحتى هذه اللحظة نتحدث فقط عن 7 من الشهداء وعدد من الجرحى، فيما كان قد استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية لمخيم انتصارات والشرقية لمخيم البريج، عدا عن الشهداء الذين تحدثنا عنهم في استهداف منزلين، منزل شرق حي الشجاعية في مدينة غزة والمنزل الآخر إلى الشمال الشرقي من مدينة رفح. شكرا جزيلا لك أحمد البطة مراسل التلفزيون العربي على هذه التفاصيل، كنت معنا من دير البلح.